السلام عليكم. طلبة الثانوية العامة أو ثانوي بصفة عامة، يا ريت يسمعوا يعني كلمتين مني، ويا ريت معاهم أولياء الأمور. حتة إن أنا دايما بدور على الثانوي العام، ده اللي أنا بناقشه النهاردة إن شاء الله. بدور على الثانوي العام على أساس إن هو يعني في ناس ما بتفكرش ويقول لك أنا تلقائي أخلص إعدادي أروح ثانوي، ده الطبيعي. لا، إحنا دايما النهاردة بقى إيه نسأل، لأن ما ألاقي إن في الثانوية العامة يعني انا اعرف طبعا يعني طلبه كتير يقول لك لا دي مش ورقتي، لا ده مش النتيجه بتاعتي، انا كنت المفروض اجيب اكتر من كده، والمواويل اللي انتوا تسمعوا عنها. فانا رايي يعني بدل ما ان انت تقعد بقى تخش في المتاهات ديت، لو ابنك او بنتك مش بمستوى ثانوي، لان ثانوي فيه شغل، يعني مش هضحك عليك اقول لك مثلا ايه اي واحد يعمل اي حاجه وينجح والجيش، لا الجيش ده لغايه معلش اعدادي والدنيا، لكن ثانوي الدنيا مختلفة. فبالتالي في شغل، في مذاكرة، في دروس، في فلوس بتصرف، وقت طويل. يعني مثلا الطالب مثلا لو بيروح مدرسة بيقعد لغاية الساعة 2 مثلا أو 1:30، فبالتالي لا في شغل. هتلاقي مثلا في ال3 سنين صرفت لك قد كده دروس ولبس ومصروف وموبايلات وشغلانة، ده يعني طبعا الناس اللي في ثانوي عارفين الكلام ده كله. لكن ما اتكلم على البديل بقى بداية، بس لازم ابقى عارف ان انا في اعدادي ممكن يعني بيجي لي دايما اولياء امور كتير جدا يقول لي ايه يعني بعد اول امتحان في اول شهر، يعني احنا مثلا بنمتحن 3 اشهر اكتوبر نوفمبر ديسمبر، فيجي بعد الامتحان بتاع اللي هو الشهر بتاع اول شهر اللي هو اكتوبر، يجي مثلا الولد ولا البنت درجة وحشة، يجي ابص الاقي ولي الامر جاي، ازاي ده انا ابني كان الاول على المدرسة، ازاي ده انا بنتي كانت متفوقة طول عمرها في الانجليزي، ده دايما كانت مقفلة. اقول لهم دايما الكلام اللي هو المعتاد، لاني بقى لي طبعا سنين طويله في المجال ده، يا جماعه ثانوي حاجه واعدادي حاجه، من ما نضحكش على بعض، اعدادي كله غش يعني اقول لك ايه. فبالتالي لو انت مش غشاش هتلاقي ان انت الكلام كله سهل، يعني في اعدادي انت عارف يعني مش الانجليزي اللي هو يعني، رغم ان هو بقى يعني وقت الشغل يعني في شغل كبير وقريب من ثانوي وكل حاجه، لكن ثانوي غير، ثانوي مختلف. فبالتالي لما اجي مثلا بقى بديك امتحان في اول شهر، فانت طبعا لسه مش جديد في يعني انت جديد في الموضوع، فبالتالي مش عارف ايه هو الامتحان شكله ايه، بنعمل ايه، بنسوي ايه. فحتى لو فرضنا ان انت كويس وهتبقى كويس في نوفمبر وديسمبر، لكن في اول شهر ده طبيعي يعني. فالمهم ان انت ما تقولش ان انا كنت في اعدادي متفوق وبقفل وبعمل وبسوي، فثانوي لا، يبقى المشكله فين؟ المشكله في المدرس او في المدرسه؟ لا يا جماعه القصه مش كده خالص، فتحط في بالك الحته دي بدايه يعني. نيجي بقى للموضوع اللي هو بتاعنا اللي هو ايه، انا اعمل ايه، هل ثانوي مناسب ليا ولا اشوف حاجه تانية؟ طبعا ثانوي زي ما قلنا الناس المتفوقه، الناس اللي هي مجتهده، اللي هي حتى لو مش متفوقه في اعدادي بس ناويه تجتهد في ثانوي، ماشي مفيش مشكله. لكن انا بقول الاريح او مش الاريح، اللي هو المناسب لناس كتير جدا، ان انا في البديل بالنسبه لي ان انا مش قادر يعني مش قد ثانوي، مش قادر اشتغل فيه، مش هقدر اعمل اللي انا مفروض اعمله، فاتجه لي حاجه من الثلاثه، يا التجاره يا الصناعه يا الزراعه. مدارس التجاريه والصناعيه والزراعيه موجودين وكتير. المدارس دي بتنقسم لحاجتين، مدارس 3 سنين ومدارس 5 سنين. ايه الفرق؟ انت مثلا دخلت تجاره فرضا، يعني دخلت تجاره خلصت 3 سنين بتاخد دبلوم، ادي شهاده، وفي الغالب طبعا مضمونه، مش زي ثانوي بقى احتمال ومش احتمال. اذا كنت بتكلم على الطالب الطبيعي العادي، مش بتكلم على واحد منفلت او واحد مش عارف او ما بيذاكرش او كده، لا بتكلم على الطالب العادي الطبيعي هينجح وهيعدي. طيب خلصت 3 سنين بتوع دبلوم، والله مكتفي بالشهاده ديت وهتشتغل بيها، انت حر مفيش مشكله. لا ده انا عايز اكمل، هكمل في كليه التجاره تلقائي لو انت جبت يعني ايه مجموع طبعا كويس في التجاره. كذلك نفس الوضع في الصنايع والزراعه. الحاجه الثانيه المدارس اللي هي تجاريه وصناعيه وزراعيه 5 سنين، 5 سنين اللي هي بنسميها الفنيه المتقدمه، في كل محافظه مدرسه او مدرستين حاجه زي كده يعني. فهتلاقي ان انت بعد ما تخلص السنه الخامسه بتخش، لو انت جبت برضو مجموع وكويس ومتفوق تخلص السنه الخامسه هتخش تلقائي على سنه تانية تجاره او معهد تعاون، وفي كذا حاجه متهيألي يعني مساويه برضو. خلصت زراعه وحد صحح لي ما مش واثق قوي يعني، هتخلص سنه خامسه زراعه هتخش على كليه الزراعه او ما يساويها. نفس الكلام في الصنايع وهكذا. فبالتالي انت بيبقى عندك فرصة اكبر. يبقى انا مثلا لو انا هعدي 3 سنين بتوع ثانوي مش مشكلة اخش مثلا حاجة تجارة، بحيث اضمن كلية التجارة لو انا كويس، لو انا متفوق او هعمل جهد شوية
وهلاقي مستقبلي مضمون ان شاء الله، يا معهد تعاون يا كليه تجاره يا حاجه مشابهه، فبالتالي انا الكسبان. يعني مثلا تيجي تشوف المواد اللي هي موجوده في التجاره او الصناعه او الزراعه، حاجات متخصصه جدا، فانت عايز تبقى متخصص في الكلام ده كله لو انت عايز تشتغل. مثلا في الزراعه عندك مثلا حيوان وفاكهه واعلاف وحاجات كثيره جدا، فمحتاجين يعني تتخلص وتشتغل او تكمل في نفس المجال وتتفوق وتبقى يعني حاجه كبيره. نفس الكلام في الصنايع، في مثلا كهرباء وفي لحام وفي هندسه كمبيوتر وفي كهرباء، يعني كذا حاجه، في تخصصات كثيره قوي. فيا ريت يعني لو انت في بالك الكلام ده كله اختصر من الاول وخش الحاجات دي كلها، هتلاقي ان الدراسه كويسه وبسيطه، ونقول ان هي فنيه وعمليه غير اللي هي النظري الكتير اللي هو في ثانوي، لا ده عملي. فانت لو بتحب الناحيه العمليه هتلاقي المجال ده بالنسبه لك زي الفل. فانا قصدي البديل موجود، ما يبقاش العمليه ان انا ثانوي 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 وخلاص واعداد كبيره، وفي النهايه تبص تلاقي تيجي في الثانويه العامه تقول لي لا دي مش ورقتي، دي مش نتيجتي، ده انا اتضحك عليا، حرام، ده انا صرفت دم قلبي. الله، طب ما تختصرها من الاول. فهمني يا ابني ويا ولي الامر والناس كلها ان انتوا ركزوا في حاجه تانية خالص، وفكر يعني ايه تفكير خارج الصندوق، ما يبقاش كله استنباط ثانوي. ويعني انا برضو اقول لك ان لا، احنا بدانا حتى عندنا في المدرسه مش كتير السنه دي مقدمين عندنا في ثانوي، دي لاول مره. يعني انا عندي المفروض في اعداد معينه بتجيلنا او متوقعه او محتمله، لا ده جه اقل كتير جدا السنه دي. فده واضح ان في ناس بدات تفكر ان هي يعني ايه تشوف خط بديل، فيا ريت تفكروا في الموضوع ده، وان شاء الله يعني ايه يعني يكون فيديو يفيدكم باذن الله. شكرا، وقابلكم في فيديو تاني ان شاء الله.